السلام عليكم، متابعي قناه العصر. خوتي خواتاتي، اليوم ماشي ندير لكم واحد الفيديو مطرح من ديونا ديال الكسيبه وديال الاجواء ديال العيد والاراء ديال الفلاحه والكسابه. ورا الناس بداو كيحطوا تما الكسيبه ديالهم وتما تما ديال المعاينه. ما شفناش صحاب كيلو، شفنا غير صحاب المعاينه. ورا كانت اثمنه مناسبه تنظن مقارنه مع شي بلايص اخرين. المهم اللي عجبته الكسيبه راه نخلي الارقام ديال كل واحد تما، واللي عجبته شي كسيبه يتصل بالاخ ولا يمشي عنده. المهم راه طريقه مديونه معروفه هذيك البلاصه بالكيلو. المهم راه نخلي لكم كل شيء في الفيديو ان شاء الله، واللي عجبته شي حاجه يتوكل على الله. احتراماتي للجميع، تحيات عائله قناه العصر، شكرا لكم. تبارك الله، خيرات مولانا. تبارك الله. شمن منطقه الكسيبه؟ ديال عبده. عبده؟ اه. تبارك الله. وبالنسبه للاجواء ديال العيد، بدا شويه البيع، بدا شويه الشراء؟ يلاه بدا دابا الحمد لله، يلاه حطينا البهيم ان شاء الله راه غادي يكون خير. ان شاء الله. وبالنسبه للعلف؟ 32 عام باش كندير هذه الكسيبه. تبارك الله. ما لا عالف راه قدام. لا 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 باين لك الشيء. راه شي واحد عارف اللي كان وكلهم تم هو اللي كان وكلهم. داك الشيء اللي كاين. وبالنسبه للاثمنه واش اكثر من ذاك العام شويه زايده على ذاك العام؟ لا تقريبا مليح بحقه بحال بحال ديما اي عام راه مليح. مازال هذا العام راه كاين العلف مشكله غاليه. النخوه على 130 درهم. ايوا راك عارف. والدرا شحال دار الدرا؟ ضربت 72 ريال. الدرا 70 ريال داك الشيء اللي كاين. وجا هذا العام شويه جا الجفاف. ايوا احنا المنطقه ديالنا عيانه. ما ماشي المغرب كامل. كاين بزاف البلايصات ولكن احنا كاع مره وحده هذا العام ما عمر كاع شفنا بحال هذا الجفاف من 81. ياك كان صعيب الحال هذا العام. واحد لا على السير لا على الفلاح. عاطل فيها انا ماشي داك الشيء اللي كاين. راه الجفاف كيضر كل شيء، من الفلاح للكساب للصناق للمواطن. وانت المواطن الله يهديك. واه. وبالنسبه للاثمنه ديال هذا الخياش تبارك الله. لا الاثمنه عندي مقبوله. كتبيعوا معينه؟ اه معينه. تبارك الله. هذا الخياش شحال؟ درت الميزان كنت كنحط الحيط على الارض. درت الميزان وما نقولش الميزان وبقيت كنبيع معينه. ما درت الميزان وحط الكبيره ديالي صافي. كاين اللي ما مولفش الميزان. كتحط في الباكس مني من عول الباكس عام شحال تكرفصنا باش حطينا هنايا. داك الشيء اللي كاين. راه عام لعام تتصعب الخدمه في كازا. الحمد لله ولفناها. داك الشيء اللي كاين. داك الشيء اللي كاين. ولفناها وصافي. داك الشيء اللي كاين وراه صافي تبارك الله. عندنا الكبير وعندنا المويه. عندنا. والخير تبارك الله شحال داير؟ اللي شاد. احنا كنتقادوا راه كاين بحال هادو راه بحال هادو راه كيوزنوا في 86 86 كنسلم وفي التسعيبات داير بالنسبه للكسيبه داير 52 ها 52 في البطوار الثمن ديال الكيلو. انا كنديرو 50 هذا راه داير تقريبا 94 للميزان ولا 95. داك الشيء اللي كاين راه خير تبارك الله. دابا كاين فرق ما بين الكساب والبيع والشراء. الله يكون في العون. داك الشيء اللي كاين. داك الشيء اللي عنده مهم في الاداره كيبغي يسلك يقضي غرض والله يجعل البركه. وبالنسبه للاثمنه اللي جايبها هنايا كاين 36 في بحال هذا اللي الطرف هنايا. اي نعم هذا بحال هذا ب 50 تبارك الله. كل شيء كاين. هذاك الشيء اللي كاين كل شيء عايد. هذا راه حولي تو تفرطاسه وفينا هو. فرطاس دايز كل شيء يقول لك لا اسمح لي. تغلف مناطق اخرى راه ما عندهاش شرق الزيبه ديال السعوديه وكل شيء. داك الشيء اللي كاين هذاك الشيء اللي صعيبه اللي عوره ولا اللي مهرسه. اللي مهرس اللي القرن ولا اللي مهرس القرن. حاجه اللي خريقه راه دايز سولنا وكتسمعوا. داك الشيء علاش سولتك حيت الناس بزاف تيسولوا على القضيه ديال الفرطاس. لا وبالفي ولا لا عنده فولات ومنفوخين ولا عنده شي حاجه شي عيب هذاك ما خدامش. مالي بحال هذا صافي راه تبارك الله. سكسيفه نقيه باينه هنا. باينه نقيه انت شوف القدام ديالو كيفاش شوف. تبارك الله. لا لا سكسيفه نقيه تبارك الله. لا تبارك الله سكسيفه. وكاين غلط مع هذا الشيء. الخير تبارك الله. راه كنديروا اعشاق هذاك الشيء. هذاك الشيء اللي كاين راه كاين الناس اللي عاشقه هذا الشيء اكثر من تبيع وتشري. والله ما بالنسبه للحولي والخيل ديال الطبور يظل ما دايرهم عاشقه. هذاك الشيء اللي كاين. هذاك الشيء وراه حتى حاجه ما ساهله. حاجه ما ساهله هادشي اللي كاين. فيه التكرفيس بزاف ولكن بنادم كيصبر كيولف شي حاجه كيصبر. داكشي اللي كاين كيولي عنده بحال الموسم شو على القبره ديالك بحال في موسم. داكشي اللي كاين. ولكن راه الاجواء ديال العيد راه ما كاينش بحال. الله يا ودي. ما كاينش بحال. الله يا ودي. ما كاينش بحال. الله يا ودي. سير سير لا غدور الجهه الاخرى هذه ديال الكبار. هذا هنا الكبار ولا هي كاين؟ هي ندور الجهه. هذه غنم متوسطة. 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 هذه خرب مويان ديالها اللي بالليل. خرب مويان.
انا قاسم اليوم داكشي اللي كاين باش تاخذ راحتك هي وتكون ديما حتى لا حتى الشريك والواحد كيمشي على حساب المقدار ديالو متفق معاك صح واحد باغي يشري ب 80 وواحد باغي يشري عاب ب 40 راه كل واحد كيشري على كتجاه ولكن يمشي على كتجاه كلشي عيب كلشي عيب وهاد قلتي المنطقه ديال عبده المنطقه في الطب ثلاث بوكدرا كل جامع غير السوق ديالهم والجامعه ديالي خطا زكا جامعه خطا زكا اللهم بارك وهذا الخير تبارك الله اللي جا حدانا هذا شي 56 تبارك الله هذا كلشي هنا سنا الحليب كلشي هذا سنا الحليب كلشي سنا الحليب اللي حدا حتى هذوك اللي شتي راه فيهم فيهم عاد 42 راه ما واخدش القروم بزاف لا والله راه الشهر الجو ذاك كتعطي القرن وتعطي الماكله الماكله ويكون الفحال تاعو مزيان باش يخرج لك بحالك السلعه داكشي اللي كيرى الام والاب تيلعبوا دور كبير في السردي في العلوف كاين ادويه شوف شوف هاد البهايم والله ما كان بنادم مداوى مقابله راه يوحل تلك العياد باش مشرم عندك الا لقى الكبده والريه خاسرين ما كيبقاش حتى والو داكشي اللي كاين تافق معاك تافق معاك تافق معاك وتيكون تيطراو هاد المشاكل تيطراو في العيس دابا الماء وحنا عندنا حتى سميتو الفاكسا ديال الطبيب عندنا الطانقه ديال الدوله شي اللي كلشي طوال كلشي لا الورق عندي في جيبي كلشي ناضي ماشي داكشي اللي كاين تيعطيكم شي روسي بانكم راه داكشي اللي كاين بحال رخصه هي وانا مشارك في جمعيه داكشي اللي كاين الله يصحك تبارك الله والمنطقة ديالنا دوز فيها واحد العدد ديال المجالس. ماشي لك الله يسخر الامر. هاد الكسيبر تبارك الله كاينه في مديونة. اه؟ كيما الكسيبر كاينه في مديونة اللي بغا ان شاء الله راه نخليو ليه الرقم ويتصل بالاخ وراه ولا يجي عنده راه باين هنايا. مرحبا. مرحبا بالجميع. وراه كسيبر تبارك الله باينه لها على وجهها. شكرا لك الله يحفظك خويا بارك الله فيك احتراماتي الله سيدي ما كاينش شي خاطر بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا لك ما كاين مشكل والله شكرا لك السلام عليكم الحاج وعليكم السلام ورحمة الله كيف داير الأجواء ديال العيد؟ إيوا الحمد لله بخير وعلى صحة بدا الشاري كاين شي 10 شوية شوية باقي الروا شوية يلاه اليوم الأول بارك الله فيك العيد مازال ما دخلش باقي لي واحد يومين يلاه الدين تستارح بخير خير وعلى خير الحمد لله في المهم غنى في صحة جيدة الحمد لله عالفة الحمد لله بخير المراقبة كاينة الحمد لله أي كاينة المراقبة طبيب متبع معنا البيطري من نهار كندخلو الظلمات والدار داكشي حتى كان نجيبوه من البيت وبالنسبه للطانقه شكون اللي كيديرها لكم الطانقه كيديرها البيطاري البيطاري هو اللي كيدير الطانقه هي هو اللي كيديرها نعمس داكشي اللي كيشوف الحاله ديال القاطع كيشوف الحاله ديال القاطع ويدير الطانقه الا ما كانش القاطع هو هذاك ما يديرش ليه الطانقه داكشي اللي كاين ما كاينش شي حاجه مخصوصه كدير لها الطانقه الحمد لله لا ما كاينش الحمد لله كاين المراقبه داكشي اللي كاين الحمد لله تبع معنا الحمد لله نشاط وبالنسبه للاثمنه نعم سيدي بالنسبه للاثمنه واش بحال ديك العام قل اكثر شويه ولا لا زيد واحد شوي على حسب العلف كان هذا العام العام شويه عيان على حسب العلف كان العلف سيدي هذا العام غير طالع في الثمن وكاين سيدي الصيف شويه هما اللي كيعاونوا كسب السرح داكشي اللي كاين ما كاين سرح هذا العام قاطع ما مر على 130 درهم ها نخاله 130 درهم اي 130 درهم شنا كاين سيدي 70 ريال طراشه هي اي كاين مصاريف هاد العام كاين مصاريف اذا ضروري من حولك يطلع شي حاجه وصافي كيطلع كيطلع اي نعم بالنسبه للجوده راه الحمد لله الجوده الحمد لله هاد العام كاينه واخا العام داز شويه قاصح ولكن راه تبارك الله الناس صبروا الناس كسبوا داكشي الناس الفلاحه صبروا وكسابوا لا بخير الحمد لله وبالنسبه للاثمنه هنايا نشوفوا شي والمعاينه ولا الكيلو ولا لا لا حنا كنديروا المعاينه المعاينه مزيان تبارك الله أغلبية الناس يشربوا المعاينة أغلبية الناس أي نعم بالنسبة للأثمنة شي ورينا شي جوج ولا ثلاثة يعرفوا المشاهدين الأثمنة اسمعي هذا 74 72 78 68 هادشي اللي كاين هذا اللي ناض دابا هذا اللي ناض سيدي 64 64 تبارك الله اوكي الخير تبارك الله هاي الخير الحمد لله وكسيبه نقيه تبارك الله وهاد البلاصه معروفه بالجوده هاد الطريق مديونه معروفه بالجوده الحمد لله الناس ما كيبيعش لك على الحولي راه كيبيع لك بزاف د الحوايج مع الحولي
كيبيع لك الصحه ديالو, كيبيع لك اللحم زوين, كيبيع لك بزاف الحوايج. وان شاء الله اللي كيجي لهنا وكيعرف بان داك الشيء راه مزيان تيرجع العام الجاي. داك الشيء الحمد لله. وهذا اللي داز دابا؟ هذا سيدي 58. باش 58؟ ايه تبارك الله. تبارك الله مليح. هذا الخير هذا؟ تبارك الله. وبالنسبه للحولي فرطاس مع سوت واحد الاخوه تما قال لك راه الحولي فرطاس يجوز. لا يجوز الحولي فرطاس. ما يكونش مهرس ليه القرف. ما يكونش مهرس ليه القرف. وما لا كان فرطاس ديال الخلق راه داك الشيء عادي. عادي داك الشيء راه سولاته وكاكو. اي سولاته وكاكو. داك الشيء اللي كاين. وواحد الاشاعات تقول بان الفرطاس حيت ما عندوش القرون تيختي راسو وسط حديده تياكل اكثر من الحوار الاخرين باش كيغلط. فعلا فعلا. فعلا كاينه ياك. فعلا. تبارك الله تبارك الله سبحان الله. خيرات مولانا شكرا لك الحاج. المهم راه نخلي لكم الرقم ديال الاخ وداك الشيء اللي عجباتو هذيك السيفا. الحمد لله. والمنطقة ديال السيفا ما سولناكش عليها. المنطقة الشياض ما نعرفش. الشياض ما تبارك الله احسن الناس بارك الله فيك. شكرا لك الحاج. بارك الله فيك شكرا لك احتراماتي. ومين هذيك السيفا؟ بن حمد. تبارك الله. معينا. بالنسبة للثمن ثمن داك العام 60 وبالنسبة لذاك العام واش الثمن طالع شوية ولا هو بحال بحال؟ كاين السير والمخالف غالية كلشي غالي راه تا في الأسواق بنادم تيشكي في هاد القضية قال راه ديال 130 درهم وفي نظرك هادشي غادي يبقى ولا غادي تنزل هاد النخالة؟ لا حيت هاد العام ما كانش الشتاء عاوتاني. هاد العام راه ما كانش الشتاء. شوف طالع هو العام ديال زعما الشتاء ما طاحش واحد الشيء ما طاحش حيت هذاك الشيء مع العام كبير لكن العام زين راه تدخل المصاريف شويه طايحه كان العام صعيب راه تدخل المصاريف طالعه تا هي كالجفاف داك الشيء اللي كاين. بالنسبه لهاد الحوايج شحال داير؟ ايوا هذا اه 46 47 تبارك الله. وهذا اللي هنا اللي فيه الكحل في الكحل البيض 40 تبارك الله تمينه مناسبه. وهذا اللي حدايا وهذا تقول 66 تبارك الله الخير موجود. واش الثمن عندك حتى الثمن زوين قول خويا كتعطي الله راه داير هذاك الشيء اللي كاين الثمن مناسب المغرب راه مجاعد هذا اللي حدايا هنا في المغرب هذا 40 42 42 في المغرب جبنا كل شيء. المهم هاد المحار كاين في مديونة فهذوك الخزاين اللي حدا صحاب الكيلو راه معروف هذيك المنطقة راه غنخلي لكم الادريسة والنمر التليفون اللي بغى شي حاجه يعيط للاخوه راه عندهم ثمن مناسب وكسيفه مليحه وعارف نقي ما كتشم لا ريحه في الكوري لا شي حاجه. المهم اللي عجبته شي حاجه راه نخلي لكم النمر ان شاء الله. شو صور لي هذا ما نبيعو عين ياك تبارك الله. هذاك شحال اللي جيت للحيط لهيه؟ ها؟ 76 هذاك جوج مخيل هني هنايا تبارك الله 76 هذاك اللي لهيه راهو جيت حيط جيت خشبة كاين هذاك اللي تا هو 76 راهو في الطرف تبارك الله خيرات ربي. المهم راه مديونة هنايا وماشي للعبار المعاينات. المهم اللي عجبو هادشي يجي لهاد العدد ديال الناس راه عندهم سلعه زوينه وراه باينه لها على وجه هادشي اللي كاين. وهاد الفراغ هذا؟ ها؟ 76 تبارك الله. وهذا تا هو هذا اللي كيبان هنا هذا الوسطاني هذا
48 تبارك الله خيرات مولانا الله الا خيرات مولانا الثمن مناسب هذاك اللي ابيض واش هو ابيض راهو دوره هذا اللي هذا اللي ابيض ها هو 64 64 62 تبارك الله ملاح وهذا اللي وحده صردي 70 تبارك الله ها هو هذاك اللي حداه وهذا 62 تبارك الله اوكي الخير اوكي الخير شكرا لك بارك الله فيك اخويا شكرا لك